قال رحمه الله: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء عظيم جدا وثابت في صحيح مسلم، وهو من أنفع الأدعية وأجمعها لخير الدنيا والآخرة. وتأمل ما في هذا الدعاء من طلب الصلاح 3 مرات: أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. ينبغي أن يقول المسلم هذا الدعاء ويكثر منه، وهو مستيقن أنه لن يصلح له شيء من دينه ولا دنياه ولا آخرته إلا إذا أصلحه الله سبحانه وتعالى له. فصلاح شأن الإنسان كله بيد الله، ولا يمكن أن يصلح شيء منه إلا إذا أصلحه الله. ولهذا يلح على الله بهذا الدعاء العظيم: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا الدعاء إذا استكثر منه الإنسان يرى والله أثره، يرى أثره على نفسه في حياته، في أموره الدينية وأموره الدنيوية، لأن هذا الدعاء فيه تفويض إلى الله ولجوء إلى الله، وأن يصلح الله لعبده دينه ودنياه وأخراه. فإذا واظب عليه وأكثر منه سيرى أثره بإذن الله عليه في دينه ودنياه، تصلح أموره الدنيوية وتصلح أموره الدينية، لأن الأمر بيد الله عز وجل. وإذا صدق مع الله في دعائه وأكثر من الإلحاح على الله بهذا الدعاء أعطاه الله سؤله وحقق له رجاءه.